قبل الصبح من الشيطان الرجيم. السلام عليكم شباب، هل الصوت واصل واضح شباب؟ هل الصوت واصل؟ طيب ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا اليوم هي محاضرتنا رقم 4، وسنتناول فيها إن شاء الله شرح الفصل الثاني عنوان مبادئ التفاوض. طبعا زي ما تعودنا في كل آخر محاضرة سيكون في العشر دقائق الأخيرة تكويز، ويعني إن شاء الله تكون إجابتكم زي المحاضرات اللي فاتت، يعني تكون إجابتكم كويسة. طبعا لو في أي أسئلة أو في أي ملاحظات تفضلوا. يعني الحمد لله أخبرها، الحمد لله يعني خدنا الدواء وتعافينا إن شاء الله، شكرا على سؤالك. طيب نبدأ بالشريحة الأولى. هنا هنشوف أنه في موضوع مبادئ التفاوض. طبعا النقطة هي أنه في البحوث على إدارة التفاوض يعني في تساؤل كبير، هل في يعني طريقة أو يعني وصفة أو وصفة سحرية تمكننا من يعني النجاح في العملية التفاوضية؟ طبعا هنا لانه زي ما بنعرف انه العمليه التفاوضيه تختلف، و يعني الاطراف التفاوض يختلفوا من قضيه تفاوضيه لقضيه تفاوضيه لغير ذلك، فبالتالي لا توجد يعني وصفه سحريه في هذا الموضوع. لكن ايش؟ في مبادئ، يعني الكتاب الباحثين اشتغلوا على المبادئ التي يمكن يعني لو طبقها المفاوض ف حظوظه في النجاح تكون أكبر. فهنا عشان كده هنجد تقسيمات متعددة لهذه المبادئ. يعني يوجد تقريبا يعني كل كاتب في أقل شيء يعني يتحدث على 50، ما بين 50 و70 مبدأ كده. فاحنا بالنسبة للكتاب، مؤلف الكتاب يعني هو قسم المبادئ على 4 أقسام، لكن طبعا يعني يبقى عددها كبير، يعني كل قسم لو فيه كل قسم فيه 15 مبدأ، يعني أيوة هي كثيرة ومتشابهة طبعا، صح هذا صحيح، لكن حنلاقي حل إن شاء الله بالنسبة للمبادئ. بالنسبة للاختبار قلت لكم يعني أنا اخترت يعني أسهل المبادئ، طبعا حيكون في أسئلة يعني لا يمكن نستغنى عليها، لانه زي ما وضحت لكم قبل انه يعني اسئله الاختبار لابد ان تكون موزعه على كل الابواب، وبالتالي سيكون اقل شيء يمكن تقريبا 4 اسئله كده على المبادئ. فزي ما قلنا هنا حنشوف في 4 اقسام، القسم الاول فيه تقريبا 20 مبدأ، والقسم الثاني فيه 10 مبادئ، القسم الثالث فيه 15 مبدأ، والقسم الأخير فيه 17 مبدأ. طيب القسم الأول وهو إن شاء الله أخ علي إن شاء الله بتسهل إن شاء الله. القسم الأول قلنا يعني هو يجمع المبادئ التي تتعلق بالمفاوض نفسه. هنشوف هنا أول مبدأ يقول لك إيش؟ فاوض الأشخاص الذين يملكون السلطة وتجنب التفاوض مع الذين لا يملكونها. ليش هذا المبدأ؟ لأنه لما الشخص الذي يكون لديه السلطة، يعني السلطة يعني القدرة أنه يطبق القرار أو الاتفاق الذي سيقع الوصول إليه. لأنه لو أنت تتفق مع شخص ليس له السلطة في المنظمة بتاعته، فإيش يعني يسوي؟ يعني يمكن في أحد يعني المواقف تصل معه إلى اتفاق، فبسهولة يعني بسهولة تامة يقول لك ايش؟ والله المقترح بتاعك يعني ما اقدر انفذه. ليش؟ لاني انا لست صاحب السلطة. فيهرب من الموضوع تماما بسبب غياب السلطة. فلما ايوه اخترعونا بيه يسأل عليها بالاختبار. بعدين بنشوف في الكويز اخترعونا بيه. في الكويز عندنا كويز ونشوف الاسئلة تقريبا. طيب المبدأ الثاني ضع أهدافا كبيرة
ليش الأهداف كبيرة؟ يعني المفاوض هنا لما تكون أهداف كبيرة هو يجتهد أكثر من الوصول إليها. يعني إن لم يكن فهو يكون التهديد للتسوية القدوم بالحلول الوسطى إذا ما تطلب الأمر. ثلاثة، لا تركز على الأهداف قصيرة المدى. لا تركز مثلا أنك تربح أو تكسب مكاسب في جلسة من جلسات التفاوض وتنسى أنه المكسب هذا يمكن يكون ظرفي. الفائدة يقول لك أنا ممكن أكسب معارك أو أخسر معارك، لكن الفائدة في الأخير أني أنتصر في الحرب. يعني لابد من التفكير في الأهداف طويلة المدى وليس قصيرة المدى. أربعة، كن هادئا واضبط أعصابك. نعرف أنه الهدوء يعني هو يعني صفاء الذهن، يعني تكون الأفكار مرتبة، يكون في اتزان، يكون في سطنة وحسن تصرف. لا ننسى أنه جلسات تفاوضية يعني فيها قلنا يعني توتر شديد، توتر نفسي وضغط نفسي إلى غير ذلك. فلما يكون في الإنسان هادئ فهو يعني يرفع من ثقته بنفسه، تكون يعني درجة الفطنة بتاعته تكون عالية، أي تحرك يكون به طرف آخر فهو يعني يكون أمامه واضح. فبالتالي عشان كده الهدوء مطلوب في العملية التفاوضية. وكذلك الهدوء يعني يساعد على الخروج من المواقف الصعبة. يعني أحيانا تجد نفسك أمام موقف صعب، فالهدوء هو الذي يساعد على الخروج من هذه المواقف. خمسة، نبدأ الخامس، كن متفائلا. طبعا التفاؤل يعني يؤثر في سلوك الفرد وعلاقته مع الآخرين. المتفائل دائما يتوقع الخير، دائما يتوقع السرور والنجاح، يعني ينظر إلى الحياة بمنظار إيجابي، وهو دائما مشرق ومستبشر بالمستقبل. ففي العملية التفاوضية اللي هي كنا ضغط نفسي أو متاعب فكرية لغير ذلك، فالتفاؤل يساعد على الخروج من هذه الحالات الصعبة. عكس المتشائم، طبعا المتشائم يعني هذا أسوأ شيء. يعني لو بدأت العملية التفاوضية وأنت متشائم فنجاح يعني صعب أن يكون يعني حصيلة العملية التفاوضية. ستة، لا تروج نفسك بينما روج لأفكارك. يعني ركز على أفكارك، ما تركز على نفسك، ما تركز أنه أنا سويت كذا وكذا قبل وكنا ناجحين، ويعني حكايات أحيانا ما عندها معنى. فالمفاوضات الناجحة القاعدة تقول إيش؟ أنها ناجحة تكون أساسا يعني ثمرة أفكار وليست ثمرة صفات أو يعني أنماط شخصية لغير ذلك. سبعة، تفهم حاجة الطرف الآخر وتعامل معه بالمصدر قوة. يعني طبعا يقول لك تفهم يعني إيش؟ يعني كون يعني أنك تتفهم ظرف الآخر، تتفهم نقاط ضعفه، تتفهم المقترحات بتاعه، لكن دائما تبقى أنك في يعني في مستوى أقوى. هذا يساعد على أنك يعني تبين الطرف الآخر أنك يعني تتقدم معه في بخطوة لتقترب إليه، لكن دائما أنت تكون يعني مصدر أو صاحب المبادرة. ثمانية، استعد للمفاوضات وتمتع بجاهزية عرض رسالتك. عارف إنه كل عمل يعني الاستعداد لكل عمل هو نصف الطريق للنجاح. هنشوف إنه بعدين يعني هو الشابتر السادس يتحدث الاستعداد للمفاوضات. يعني قلت لا تتفاوض ما لم تكن مستعد. هذه القاعدة، ما تبدأ المفاوضات إلا بعد ما تكون مستعد استعداد كامل. تسعة، لا تستعجل الأمور. يعني دائما الاستعجال أو التسرع أو يعني هو له نتائج سلبية. يعني يكون مثلا انسياب وراء الحلول السهلة، اللجوء للعنف، استسلام للضغوط. الاستعجال كذلك لا يعطي فرصة للذهن للعقل للتفكير، فبالتالي هنا التسرع يعني لابد أن يتفاداه المفاوض. عشرة،
التعامل مع الطرف الآخر بوصفه طرفا قويا، ولكن ممكن أنك تتغلب عليه. فهنا الفكرة إيش؟ يعني لما تخلي في ذهنك أن الطرف الآخر قوي، فهذا يساعدك أنك تستخدم الاستراتيجيات والتكتيكات الجيدة التي تحتاج إلى فكر. لكن دائما تخلي في نفسك أنك عندك قدرة أنك تنتصر عليه، يعني حتى لو ما قوي تعطيه منزلة أكبر من حجمه، لكن دائما تبقى أنت المسيطر، أنت الذي يمكن لك أن تسيطر على العملية التفاوضية بكل سهولة. 11. راعي مبدأ السرية واحرص على عدم الشيء ما لديك دفعة واحدة، أو كن غامضة إلى درس مجهول بالنسبة للطرف الآخر. احنا سابقا تحدثنا على قلنا انه كيف العملية التفاوضية تبدأ بدرجة يعني من الثقة ودرجة من الشك بين أطراف التفاوض. يعني عادة في بداية العملية التفاوضية لما يكونوا أطراف التفاوض يعرفوا بعض، فيعني مثل إنسان يعني يتفاوض مع إنسان ثاني لسه ما بيعرفه، ما عنده علاقة به، فتكون درجة الشك عالية. بعدين يتحدث معه كذا كذا، أنا بعرف كذا، أنا بسكن كذا في مكان فلاني، أنا من عيلة كذا. فلما تفضح فيه معلومات توضح تفضح المعلومات، درجة الثقة ترتفع. فهنا قال لك إيش رأي مبدأ السرية؟ ليش؟ يعني الأوراق اللي عندك، المعلومات اللي عندك ما تكشفها مرة واحدة، كن غامضا إلى درجة المجهول. يعني لما تكون غامضا يعني تبقى يعني صفحة غير واضحة بالنسبة للطرف الآخر، يعني ما يقدر يعرف إيش هي أوراقك، إيش هي نقاط قوتك، إيش هي نقاط ضعفك. فهذا هو أساس المبدأ رقم 11. المبدأ 12، قم بتهيئة الطرف الآخر وأعداده نفسيا لتقبل الاقتناع بالرأي الذي تتبناه. الفكرة هنا أن يعني تهيئة الطرف الآخر هي تسهل عملية الإقناع. يعني مثلا كيف تقوم بتهيئة الطرف الآخر؟ تعد نفسي، يعني مثلا تقوم بتكرار اسمه بمزيد من الاحترام أثناء الحديث في الحوار، يعني تشعره بأهميته وأهمية الأفكار بتاعته، أنك كذلك تتجنب أنك تنتقده لو في مدح ممكن يعني يتميز به إلى غير ذلك. فهذا يريح نفسانيا الطرف الآخر ويسهل لديه عملية الاقتناع برأيك. 13، كن مقبولا في طرح أفكارك وتمتع باليقظة والحذر. طبعا مقبول في طرح أفكارك، لما يقبل أفكارك فهو يقتنع بها بسهولة، لكن يقول لك إيش؟ تمتع باليقظة والحذر، كن حذرا، يعني أحذر من لحظات الاسترخاء. تعرف أنه في التركيز يعني الإنسان عنده مدة معينة للتركيز المتواصل، تيجي لحظات أو دقائق عدم تركيز. هنا لابد أن الإنسان يأخذ يعني المفاوض يأخذ يعني باله من النقطة هذه، يحذر من لحظات الاسترخاء بتاعته. يعني في هذه اللحظات يمكن أن يعني يكسب منه الطرف الآخر بعض المكتسبات التي هو لا يرغب فيها. 14، اختتم الجلسة التفاوضية بملاحظة إيجابية بغض النظر عن نتيجة هذه الجلسة. يعني هنا لكل طبعا هو كل جلسة ولا العملية التفاوضية كلها هي مقسمة على عدد من الجلسات. طبعا العدد هذا يتفق عليه أطراف التفاوض، وتكون لكل جلسة فائدة مهما كانت النتيجة مقارنة بالأهداف. يعني كل جلسة تنتهي بنهاية إيجابية أو سلبية للمفاوض فهي لها فائدة بالنسبة لأطراف التفاوض كلهم، يعني بالنسبة لاحتمال الوصول إلى اتفاق في آخر الجلسات. 15، لا ترسل أحد نيابة عنك حيث أمكنه. يعني إيش لا ترسل أحد نيابة عنك؟ يعني الأفضل أن القضية لما تكون قضيتك أنك تكون أنت المفاوض، لا ترسل أحد يعني في مكانك. ليش؟ لأنك أنت القضية قضيتك، أنت الوحيد الذي يستطيع شرح القضية بصدق ويمكن له أن يثير الاهتمام بها، عكس ال أيوة أخبرنا
نص معاك جلدك إلى ظفرك. صح ممتاز المثال هذا أيها، لأنه أنت دائما أنت عايش القضية بتاعتك، وأنت تحس وتعرف يعني كل حدود هذه القضية الإيجابيات والسلبيات وانعكاساتها عليك وعلى غيرك إلى غير ذلك. 16 شكل فريقا متفاوضيا ملازم وتأكد من سجال أعضاء الفريق. طبعا المبدأ هذا يخص يعني الفريق التفاوضي، يخص لما تكون العملية التفاوضية تكون جماعية وليست فردية. فالمبدأ يقول لك إيش؟ لابد أن الفريق يكون يعني لما تختار أعضاء الفريق تختارهم يعني بسبب كفاءتهم، بسبب انسجام بينهم، لأنه نعرف أنه نجاح الفريق يقوم أساسا على التعاون، وبالتالي لابد من التركيز على هذه النقاط الأساسية. المبدأ 17 استمع لتفهم ولاحظ رموز مكتوب بالطرف الآخر فذلك يكسب مصيرة إضافية. يعني هذا المبدأ يركز على أنك تكون مستمع جيد. يعني إيش؟ يعني يمكنك من تجميع أكثر معلومات ممكنة. طبعا هذه المعلومات تساعدك على فهم الآخر. يعني دائما الاستماع الجيد والتركيز على رموز المكتب، لأن يعني رموز المكتب هي نفسها تعطيك معلومات. فبالتالي هاتين الوسيلتين يعتبران مصدر جيد للمعلومات. ودائما قلنا لما أنت تكسب معلومات أكثر على الطرف الآخر فإنك يعني يصبح الطرف الآخر مكشوف لديك، وبالتالي يمكن لك أن تستخدم التكتيكات أو الوسائل التي تراها مناسبة وتسهل عليك الوصول إلى تحقيق أهدافك في العملية التفاوضية. 18 لا تنبهر بنجاح الآخرين، قوم هذا النجاح إذ ربما يكون ذلك نتيجة لعوامل خارجية. يعني إيش؟ يعني حتى أنت لو نجحت في عملية تفاوضية سابقة أو سمعت قصة نجاح في عملية تفاوضية لا تنبهر بهذا النجاح. ليش؟ لأن ربما هناك عوامل أو عناصر أو ظروف خارجية هي التي أدت إلى نجاح المفاوض، وليس طريقته أو الكفاءة بتاعته أو أسلوبه إلى غير ذلك. هنا كن حذرا من النقطة هذه. 19 اذهب إلى جلسة المفاوضات في وقت مبكر لاستطلاع الموقف وتقويمه. طبعا هنا الذهاب المبكر أولا عشان ما تتأخر، لما تتأخر فإنك تعطي يعني انطباع سيء للمفاوض الخصم، إنك يعني لا تحترم الوقت، فبالتالي لا تحترم القرارات التي يمكن أن يعني تطلع في العملية في الجلسات المفاوضية أي وقت، لأن صورة سيئة. فبالتالي كذلك يعني المكتب الثاني لما تروح في وقت يعني مبكر، إن هذا يعطيك فرصة إنك تتمتع بالهدوء، يعني تمنحك الطمأنينة في نفسك. أيوة أخي إبراهيم، أيوة بعرف إنه كثير، يعني قلت لك 20 و15 و10 و19 تقريبا 60 75 78 بعرف، بس يعني سبق إني جاوبت في النقطة اللي قلت لك يعني في الاختبار النهائي أختار 4 أو 5 يعني أسئلة البسيطة، المبادئ البسيطة، ركز على المبادئ البسيطة. طيب 20 لا تتردد، فالتردد يضعف من موقفك التفاوض. يعني طبعا التردد نعرف انه التردد يعني يؤثر على اتخاذ القرار، يؤثر على القرار نفسه، يعني يقضي تعطيل اتخاذ قرار او جلسات. طبعا يكون التردد يعني ما يكون نتيجته اخطر لما تكون في الامور الكبيره او المصيريه، هذا لابد من تفاديه بالنسبه للعمليه التفاوضيه. نمر الحين إلى القسم الثاني للمبادئ، وهي مبادئ التي تتعلق بالسلوك التفاوضي. أول مبدأ يقول لك كن كما أنت، يعني لا تتصنع. لو أنت يعني عندك صفات معينة يعني تعامل مع الأشخاص بنفس الصفات، لا تتصنع صفات ثانية. ليش؟ لأنه يعني لو أنت تتصنع يعني هيجي وقت
ويكشفك الطرف الآخر. طبعا هنا هتكون له صدى، يعني هو رفع من درجة الثقة لما يكتشف أنك يعني تظهر ما تخفيه، فبالتالي هنا سترفع مباشرة درجة الشك يمكن إلى أقصاها، ولو وصلت درجة الشك إلى أقصاها فهذا لا يسمح بالوصول إلى اتفاق. اثنين، كن إيجابيا عند مناقشة مشكلات الآخرين. طبعا الإيجابية هنا يعني ما تتكثر من النقد، ما تهاجم يعني الطرف الآخر في لو فيه يعني أخطأ أو فيه سوء فهم إلى غير ذلك، يعني كن إيجابي إن يعني الطرف الآخر سيقدر ذلك، وبالتالي دائما نقول فكر في درجة الثقة، سترفع من درجة الثقة، الطرف الآخر سيشعر بالارتياح أنه يتحاور مع شخص لا يستخدم الاستفزاز أو يستخدم العدوانية، فبالتالي هذا يرفع من درجة الثقة ويسهل الوصول إلى اتفاق. ثلاثة، لا تحرج الأشخاص الآخرين إذا ما أخطأوا. تقريبا يعني المبدأ هذا يقترب من المبدأ الثاني، يعني أنه نفس المعنى، يعني الطرف الآخر لو أخطأ فيمكنك تتجاوز عن الخطأ وتنتقل إلى نقطة أخرى، هذا يجعلك يعني تحظي باحترام دائم لدى الطرف الآخر. كذلك يعني لو أمكنك تتجنب مناقشة الموضوعات اللي تثير الجدل، يعني حتى في موضوعات أحيانا يعني ما نحبذ نتناولها لأن موضوعات فيها جدل كبير وبالتالي لن توصل إلى تحقيق أهدافك. أربعة، احذر الاستطراد في توضيع أفكار لسيلة لها بالموضوع. يعني هنا هو ليس هناك من سلك تطرح نظير نظريتك أو أفكارك الشخصية، ولكن قبل أخذ بارتياح فهنا ستخسر أكثر مما تكسب. يعني هنا الفكرة إيش أو النصيحة التي يقدمها بفضل أن يكونوا اقتصاديين في الكلمات، مثلا قلل الكلام. ليش؟ لأن ذلك يساعد الآخر على فهم ما تقول، ويعمل كذلك على توفير الوقت لأطراف التفاوض. ممتاز أخ فيصل. الوقت يعني نحن نقول الوقت سلاح ذو حدين، الوقت أساسي في العملية التفاوضية، لأنه لما أنت تطيل حنشوف في تكتيكات إطالة الوقت وتقصير الوقت. صراحة لم خير كلام قال رجل، إطالة الوقت يمكن استخدامها لكي تتعب ترهق الطرف الآخر، لما يرهق ترهقه فلما يدخل في هذه حالة الإرهاق فيمكن أنك تطلع منه مكاسب. حنشوف هذه كل هذه المبادئ اللي بتحدث عليها أو اللي ستحدث عليها في المحاضرة الجاية إن شاء الله، فكلها مرتبطة بالتكتيكات. ستة، أظهر اهتمام بالآخرين من خلال تعليقات شخصية محببة، يعني بينك مهتم بالآخرين، يعني يكون يعني في نوع من الإحساس بأمزجة الآخرين، هذا كله يرفع من درجة الثقة ويقلل من درجة الشك، وبالتالي يسهل الوصول إلى اتفاق. سبعة، لا تصرف في الضغط على الطرف الآخر. هنا فكرة إيش؟ ما قال لك لا تضغط، الضغط مطلوب في العملية التفاوضية، لكن خذ بالك لا تصرف، لأن الإسراف في الضغط يؤدي إلى الانفجار. استعمل الضغط، هتشوف فيه يعني تكتيك الضغط يمكن تستخدمه يعني تجاه الآخرين، لكن لا تكون جشع، يعني لا تستخدم الضغط إلى حد أنك يعني صح ضغط باعتدال لحد أنه الطرف الآخر ينفجر. طبعا لو انفجر الطرف الآخر يعني وقف العملية التفاوضية، انفجر يعني حتى وقف على العملية التفاوضية، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى اتفاق. ثمانية، فكر قبل أن تتكلم. طبعا هنا المبدأ هذا يعني هو مبدأ نطبقه في حياتنا كلها، يعني لما تكون قد فكرت قبل التكلم يعني كنت وزنت الأمور بجدية وبأكثر درجة من الصحة، ولما تتكلم ستقول الكلام يعني الصحيح، الكلام الذي يحترمه الآخرون،
احيانا يعني كثير من المفاوضات يعني الناجحه هي يعني تقوم على ملاحظات شخصيه تتخطى يعني ترتبط بالتفكير. لما الطرف الثاني مفاوض الخصم يعني يستمتع بتفكيرك، يشوف يعني في كلامك تبين له انك تفكيرك يعني جيد وتفكير منطقي، فهذا يساعده انه يقتنع بكلامك، انه يعطي الثقة فيك. لما تعطيه يعني فكرة او تعطيه مقترح معين فهو 50% قبله، لانه عنده ثقة في طريقة تفكيرك وفي فكرك. 9، كن متفاهم الاحاسيس الشخصية. طبعا الاحاسيس الشخصية نعرف ان الانسان يعني له احاسيس، يعني خد بالك يعني ما تكون يعني سبب انك تمس هذه الاحاسيس، انه لو بسيت الاحاسيس الشخص يكون حساس فهو لا يعني سيهاجمك مؤكد. فبالتالي لما تكون يعني تكون متفاهم لاحاسيس الشخصيه الاخرين فهم يقدرون تفاهمك لهذه الاحاسيس، وبالتالي هذا يساعد على الوصول الى اتفاق شخص طيب متفاهم ولطيف. صح الطرف صح. احترم الهويه الشخصيه، هنا نقطه اساسيه خذوا بالكم منها، لانه هويه الانسان هي يعني مسألة مهمة. يعني لما تمس هوية الإنسان فكأنك مسيت يعني فكره، مسيت جسمه، مسيت كيانه كامل، كيان الإنسان كله يعني تمسه. يعني الاحترام هنا يعني انك تظهر الاهتمام الحقيقي بالآخر، انك تشجع مثلا الحديث المتعلق بالإنجازات الشخصية، انك تكون يعني مدرك ايش اللي يحبه الطرف الاخر، ايش اللي يكرهه. وبالتالي احترام الهوية الشخصية اساسي، وما في كلام في العملية التفاوضية، لانه لو لم تحترم الهوية الشخصية فمؤكد الطرف الاخر يعني يقوم باقصى ما لديه من قوة عشان يفشل العملية التفاوضية. نمر الحين الى القسم الثالث، هو قسم المبادئ التي تتعلق بنظام العمل في المفاوضات. اول مبدأ يقول لك لا تتراجع. يعني لو انت اخذت مثلا في احد الجلسات اخذت قرار او اتفقت في نقطة معينة مع المفاوض الخصم، تيجي في الجلسة اللي بعدها تتراجع تقول له لا والله انا يعني عايز مغير يعني الاتفاق اللي سويناه في المحاضرة اللي فاتت، في الجلسة اللي فاتت، لانه كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هذا سيفقدك ممتاز اخ عبد الله، يعني سيفقدك الاحترام لدى الطرف الاخر. يعني يقولوا انا اتحدث مع حاور وتناقش وتفاوض مع هذا الشخص، هو هذه المرة تراجع، مين يضمن لي انه في كل مرة ما يتراجع؟ من يضمن لي انه يضيع لي في وقتي هذا؟ فبالتالي هنا تدخل ايش؟ درجة الشك ترتفع يعني بصفة كبيرة. طبعا لو ارتفع بصفة كبيرة ترجع إلى نقطة الصفر، لأنه احنا الوصول الى اتفاق هو لما درجة الثقة ترتفع وتاخذ يعني شوية شوية تاخذ مكان درجة الشك. فلو ارتفعت فخلص يعني رجع لنقطة الصفر، ويمكن وهذا يهدد يعني تهديد جدي المفاوضات انها تفشل. ممتاز اخت لميرة، حتى لو كنت خطأ ما تتراجع، واصل. انت مثلا اخطأت، اكتشفت انك في الجلسة الماضية اخطأت، هذا ممكن، هذا وارد، يعني الانسان بطبعه يخطأ، لكن خليك لما عرفت خطأك حاول انك تصلح خطأك، ليس بالتراجع عن الاتفاق لكن انك تحقق مكاسب في نقاط اخرى. المبدا الثاني، كن عضوا في فريق. يعني هذا اخر هذا المبدا يخص الفريق التفاوضي. يعني بمعنى كن عضوا، يعني تكون عضوا ناشط يعني ولك يعني وزن في الفريق، ليس وجودك يعني حضورك حضور جسدي بس،
لابد أن تكون لديك وعليكم السلام أخ صالحة لديك يعني ما تقوله في الفريق التفاوضي. ثلاثة أحرص على نظرك وسلوك في أثناء الجلسات التفاوضية. طبعا نعرف أنه يعني أول شيء يعني يظهر الإنسان عندما يقابل إنسان آخر هو المظهر بتاعه الشكل بتاعه قبل ما يدخل في المضمون بتاعه يعني في فكره في سلوكه. هذه يعني شيء طبيعي بالنسبة للإنسان أنه يتعرف على الآخر أول ما يتعرف عليه هو مظهره. لما يكون مظهر يعني سليم ومظهر جيد فهذا يعطي انطباع أولي وانطباع جيد صح هو الانطباع الأول صح هو المظهر. وبعدين لما يصير نقاش يعني حياخذ فكرة على فكرك تأخذ فكرة على فكرة على السلوك إلى غير ذلك. فبالتالي هنا دائما احنا نفكر في درجة الثقة المظهر يكون جيد كويس نظيف سليم والسلوك يتابع ذلك. أربعة احرص على ان تكون اجابتك صحيحة وبخاصة مع بداية الجلسات التفاوضية. يعني دائما الصح هنا ليش لكي لا تفاجأ ويمكن تجد نفسك مجبرك تتراجع او ترجع الاجابة الى غير ذلك. ف يعني ما انت طبعا خدنا في مبدأ يعني فكر قبل ما تتكلم هذا يساعدك ان تكون اجابتك صحيحة وتكون في مكانها يعطي ثقة ويعزز موقف صح. هذا بالنسبة لمبدأ في المدرة ويمكن ما شفت من متى كتبتها. المبدأ الخامس لا تكون على عجلة من أمرك فإلا أنك لن تتطور بشكل جيد. يعني العجلة والاستعجال اللي شفنا منذ حين يعني الاستعجال هو بصفة عامة هو سيء التسرع سيء التسرع يفقدك التركيز ويعني تصبح يعني تتجاوب مع المفاوض نحو تحقيق أهدافك وتنسى أنه هو كذلك عايز يحقق أهدافه. فبالتالي هنا خذ بالك من العجلة أو التسرع. ستة لا تتكبر وتتفاخر. يعني هنا إيش الفكرة يعني التكبر والتفاخر يعني يعطي انطباع سيء للطرف الآخر وهو لما يجدك أنك متكبر أنك متفاخر هذه عادة أن يكون سلوك الشخص المقابل يعني يبقى لك متصيد الأخطاء مفاوض مخصب. لما يشوفك متكبر فهو يتصيد لأخطائك يبقى يعني عيوب أن يكون مركز على أهداف التي يبغى أن يحصلها يتحصل عليها يضع مركز على أخطائك ولما يفقد تركيزه فبالتالي أنت حتى أفكارك ما تقدر توصلها بالطريقة الصح لأنه إيش هو سيقوم بتغيير مضمون هذه الأفكار. فعشان كده يعني أحيانا الناس يعني ما تأخذ بالها من هذا الموضوع التكبر والتفاخر يعني هو أسوأ شيء بالنسبة لي يعني إنسان في تعامله مع الآخرين. كن صادق أيوة خلني التواضع أيوة التواضع يعني أساس العلاقات بين الأفراد. سواء كن صادقا يعني الصدق يعني مطلوب في العملية التفاوضية لأنه المصداقية لما تكون مرتفعة فهي ترفع من درجة الثقة ولما تكون مصداقية ضعيفة فهي ترفع من درجة الشك. وبالتالي احنا قلنا نبحث انه الخطوات تقترب يعني كل طرف يقوم بخطوة عشان يقترب من طرف اخر والخطوة الثانية تمثل الارتفاع في درجة الثقة. ثمانية لا تتأخر عن الوقت المحدد. يعني منذ حين تحدثنا على انه يجي مبكر المفاوض وقلنا انه عشان ما يتأخر لانه تأخر على الوقت يعني يعطي انطباع سيء بالنسبة للمفاوض الخصم. الالتزام طبعا التزام جيد يعني انضباط لما انت حتاخذ معه وبعدين حتتفق معه على نقطة معينة فانت مش مؤكد انك تلتزم بهذه النقطة. ليش؟ انت ملتزم بالوقت اللي هو شيء بسيط حتلتزمني باشياء يعني لها وزن فهذا يدخل الشك في المفاوض الخصم. وبالتالي دائما نكرر نفس الحكاية لما يرتفع الشك أيوة الاحتلال
لما يفرغ هذا الشك فبالتالي يعني تبقى الوصول الى عمليه تفاوضيه هي عائق كبير لياتي العمليه. تسعه، اقتنع بالراي قبل اقناع الاخرين به وكن مستعدا بشكل جيد. يعني عشان تقنع الاخر لابد اولا في شرط لابد انك تكون مقتنع بهذا الراي، عشان تقنع المفاوضين او المفاوض الخصم براي ما اول شيء لابد انك تكون انت مقتنع بهذا الراي، لانه قناعتك ستعتبر هي المحرك الرئيسي لاقناع الطرف الاخر. لو انت غير مقتنع في راي وتريد اقناع الاخرين فيعني هو لن يكون متهيئا لذلك، وبالتالي سيكتشف الامر يعني سريعا. ممتاز اخت لميا. لا في ناس وقت يقول اصلا كيف تقتل تقنع، في ناس ممكن تسويها، في ناس يعني لها مبادئ خاصه يعني يقنعك بشيء هو غير مقتنع به. احيانا في طبعا الله اعلم كم عددهم، لكن في حياتنا الخاصة هم قليلين، تحسين قليلين زي المستوقفين. صح احيانا ايوه احيانا فيها اصحاب شركات يعني لا يستهلكوا المنتج بتاعهم، يعني يعرف مكونات المنتج الى غير ذلك فهو لا يستهلكوا. فهنا نرجع دائما الى يعني هي درجة الثقة التي يعني تبدأ أن تخلقها في المفاوض الخصم. نصل إلى المادة العاشرة، حاول أن يكون أعضاء فريقك التفاوض مساوي لعدد أعضاء الفريق الآخر. هنا فكرة إيش؟ هي دائما لها انطباع يعني نفسي، يعني زي الفريقين حيلعبوا كورة مع بعض. فدائما يكون عدد نفسه، يعني يقول لك أنا بدأنا أنت تلعب 11 لاعب وأنا بلعب 10 لاعبين. فأنا من الأول أنت يعني عندك أسبقية يعني. فأنت داخل يعني السباق أو داخل المنافسة بأسبقية. فهذا لابد أن تكون يعني هذا المبدأ يعني يبين أنه لابد أن تكون يعني نقطة الانطلاق أو السباق يكون متعادل بين متساوي بين أطراف التفاوض. وهذا يظهر طبعا في العدد. طيب بقينا 10 دقائق شباب أو 15 دقيقة. يلا نواصل مع المبادئ وبعدين نمر إلى الكويز إن شاء الله. طيب مبدأ 11، تجنب التعقيد لأن لم تستطع فد المفاوضات على الأقل بملخص مفهوم. طبعا احنا هو احنا الجلسات التفاوضية هي في أصلها معقدة. يعني وأنت تضيف لها تعقيد على تعقيد، فبالتالي هنا الوصول إلى طريق مسدود أصبح أسهل شيء بالنسبة للعملية التفاوضية. فبالتالي بالعكس يعني لابد إنه وضوح يكون الوسيلة الأفضل في إبداء الرأي، في مناقشة الأفكار الآخر، في كل ما تقدمه في كمقترحات إلى غير ذلك. تنبه إلى عملية ترتيب المكتب. هنا أحكي لكم على النقطة هي حفظ صارت من سنوات. يعني ترتيب المكتب يعني الشكل أمور شكلية، يعني فين جالس أنت وفين جالس هو. صارت مرة في وزير الكيان الإسرائيلي وزير الخارجية مرة حسب الذكر يعني استقبل وزير بلد أوروبي بالذكر يمكن وزير تركيا ذكرت الحين. فكثير استقبل في مكان هو جالس في كرسي مرتفع وخلال الوزير الثاني في كرسي منخفض. فبالتالي هذه في الجانب الدبلوماسي أو في جانب التفاوض أسوأ شيء، لأنه أعطاك انطباع إيش؟ أنا أعلى منك، أنا أقوى منك. يعني منذ بداية لسه ما بدينا الحديث الجلسة بس تعطي يعني في رسائل يعني قوية ترسل إلى الطرف الآخر. فإذا خد بالك في عملية ترتيب المكتب، يعني يكون المكتب يعني مرتب بطريقة جيدة، تكون يعني جلسة مريحة إلى غير ذلك. ما يتركك مثلا أي وقت لمية ترتيب المكتب يجي بنفس موقع المظهر صح؟ أيوة نفس الشيء، مثلنا شفنا يكون مظهر سليم، يعني لباس سليم إلى غير ذلك. فكل أمور شكلية لكن عند أهمية في العملية التفاوضية. أنت تخيل يعني تجلس مع شخص، حتى احنا في الجلسات العادية حتى تشرب كافي تجلس مع شخص هو جالس في كرسي أعلى منك، فأنت حتتعب في الحديث معه فتمل، فتقول له انزل يا حبيبي ليش جالس فوق يعني. 13،
كن حذرا للصف المدان ولا تفرط في مدح الثقة للطرف الآخر. طبعا الصف المدان هنا يعني بمعنى أنه يظهر ما يخفيه. فخذ بالك هنا احنا دائما قلنا في التفاوض في درجة من الثقة ودرجة من الشك. لو انت اعطيت ايوه المنافق صح، لو انت اعطيت درجة من الثقة للشخص الطرف الثاني المفاوض الخصم، فخذ بالك خلي دائما يعني ما تنصح على الآخر مضايق على الآخر، خلي دائما يعني في درجة من الشك يمكن هو يعني يخفي ما يظهره. 14 لا تقع بشراك من يفتح الغضب. طبعا احيانا اي وقت راف خليك في حذر وحيطة صح، دائما يعني زي يعني يقظة تكون مرتفعة، ما تخلي درجة الثقة مفتوحة للآخر والعكس درجة الثقة درجة الشك عفوا مفتوحة للآخر، دائما خلي نفسك في الوسط. لا تقع بشراك من يفتح الغضب. طبعا اللي يحاول انه يغضب يستفزك الى غير ذلك، ليش؟ لانه نعرف انه الانسان لما يغضب يعني يفقد تركيزه، هذا مؤكد، فيمكن ياخذ قرارات خاطئه، فيمكن المفاوض الخصم هنشوف بعض التكتيكات في المستقبل انه يدفعك انك انه يغضبك انه يعصبك، فبالتالي يعني يطلع منك مقتصدات انت في الاول ما كنت مستعد انك تسلمها انك تقدمها. 15 تفحص بنود الاتفاقيه التي تم التوصل اليها. طبعا هذا جانب يعني يقوم به المفاوض، ولكن كذلك هنا حنشوف بعدين في الفريق التفاوضي انه يمكن نحتاج الى مختص القانون، لان الاتفاقيه يعني هي يعني اخر نتيجه للعمليه التفاوضيه، وبالتالي لابد ان تكتب الاتفاقيه بصيغه قانونيه تحفظ يعني حقوق الطرفين، وبالتالي كذلك لابد ان نفكر دائما احنا قلنا المهم ليس الاتفاق في حد ذاته، المهم تنفيذ الاتفاق. فيمكن الاتفاقيه تكون يعني فيها كلام عسل لكن لا يمكن تطبيقها في الاخير. فهذا المبدا كذلك اساسي وهو يرتبط بهذا الصنف الثالث. طيب سنتوقف هنا ونمر مباشره الى الكويت. الاسبوع القادم او المحاضره الجايه طبعا الاسبوع القادم سنخلص مع القسم الرابع. ايوه اخت نهاد دكتورة، يوجد طريقة يمكن اتباعها في تسهيل التفرقة بين المبادئ والملاحظة بعض المبادئ المتسلمة في معنى مذكورة غير كويس. صح كلامك صحيح، يعني قلت لك انا من الاول ان في بعض التشابه في هذه المبادئ. هي طبعا هي عملية يعني في استخدامها، ما هي مسألة حفظ او تكون يعني مسألة اسئلة. فعشان كده زي ما قلت لكم انا من الاول انا بختار المبادئ السهلة بمعنى اللي ما فيها تشابه في الاختبار. طبعا لما اشرح لك الشابتر يعني لابد ان اشرح لك التفاصيل بتاعه حتى لو كان مملة، لكن في الاختبار انا اختار يعني اسهل مبادئ واللي ما تكون فيها ولا تشابه، عشان كده يعني ما تصعب عليكم الامور. ايوه اخ فيصل وغير كذا في مبدا تنفعكم في كذا قسم. صح كلامك صحيح ممتاز، يعني ملاحظاتكم يعني جيده وبينكم مركزين وفاهمين الموضوع، لكن زي ما اتفقنا يعني هذا هو الحل الوحيد، لا في حل ثاني او طريقه ثانيه، هو تكتسب هذا يعني بالخبره تكتسبه بالممارسه. طيب خلينا عشان الوقت يسودنا نمر الى الكويز. طبعا لو في اسئله دائما يعني اطرحها تباعا. هو هذا يعني الكويز الثالث، طبعا المحاضره الاولى ما فيها كويز. طيب هنا اختار الوقت، يعني كم تحب الوقت يعني الكويز؟ ايش خير شباب؟ 3 دقائق كويز ممتاز، 3 يكفي ما نطول يعني، ما شاء الله عليكم انتم يعني سريعين في الاجابات. طيب هنا ثواني يظهر عندكم الكويز. خلاص الحين ظهر على الشاشه، الفار شباب على الشاشة الكويز، خبروني بس الفار على الشاشة ام لا. يا شباب فينكم يا شباب؟ ممتاز ممتاز، يلا توكلوا على الله، حاولوا كل الاجابات حبة 100% المرة هذه، اخر مرة في اجابات في اخطاء بس عايز 100%. يلا نبقى دائما هدفنا في كامل الكويزات البقية محاضرات.
طيب اختلفها. طيب نبدأ بالسؤال الأول، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالمفاوض نفسه، لا تتراجع، فكر قبل أن تتكلم، لا تكن فظاً كريهاً، لا تستعجل الأمور. أكرر السؤال الأول، من مبادئ التفاوض التي تتعلق بالمفاوض نفسه، لا تتراجع، فكر قبل أن تتكلم، لا تكن فظاً كريهاً، لا تستعجل الأمور. اختروب يعني الأفضل ما تجاوب على خلاص انت لا ما تجاوب في المدة ده. آسف أخ شريف، يعني انت الوقت حنمر إلى الإجابات. طيب بالنسبة للسؤال الأول اللي كنت حدث عنه الحين، من بين التفاوض يتعلق بالمفاوض نفسه، لا تستعجل الأمور، هذه الإجابة الأولى صح. طبعا هنا الإجابات الثانية تخص يعني الأقسام الثانية، خذوا بالك من الفكرة هذه. لكن هنا 59% بس يعني جاوبته صح، لو نشيل 15% لما جاوبوا يعني قولوا 20% يعني 80%. طيب 80% شوية يعني في المستقبل فضل أفضل. من مبادئ التفاوض يتعلق بنظام العمل في المفاوضات، وإياك يا حميدة، لا تتكبر، كن إيجابيا، ضع أهدافا صغيرة، ضع أهدافا كبيرة لا إجابة. يعني هنا تقريبا تقريبا نفس الشيء، 80 أقل شوية، 77 أو طيب، يعني ما في إجابات، فلا إجابة حسبها صح، معنى حل تاني. من مبادئ التفاوض التي أيوه هذا الدرس الله يلخبط صحيح أخ ملهم، يعني كده الله غارب، يعني هذه طبيعة الشبط هذا. وكذلك يعني في شبط في باقي شبطين اثنين في فصلين اثنين نفس الشيء حيتعبكم ويتعبوكم، هو الاستراتيجية والتكتيكات نفس الشيء، هتشوف في تقريبا في 70 استراتيجية وفي 80 تكتيك، فالله معكم الله معكم، بس نفس الطريقة يعني اختار دائما اللي أقل صعوبة وأسهل يعني شيء عشان هذا يساعد في الاختبار. فالإجابة الصحيحة هنا كن البادئ في العملية التفاوضية، لازم نذكرها أول مرة صح؟ مرة نذكرها بعدين يعني هذا النقاط كلها هذه حتحدث عليها إن شاء الله في آخر محاضرة اللي إن شاء الله تكون محاضرة المراجعة، فنتناول كل هذه النقاط إن شاء الله. بس انتم يعني انتبهوا الحين، انتبهوا للشرح، انتبهوا يعني تستوعبوا يعني كل المعلومات، ما تشكلوا بالأول يعني في الاختبار، بعدين ان شاء الله الاختبار يعني ياخذ وقته، ولما تكون يعني فاهم بدرجة عالية فهذه خطوة كبيرة عشان يعني تنجح في الاختبار، وربنا يوفق الجميع. طيب أربعة، لا تغادر غرفة الاجتماعات مهما كانت الأسباب. طبعا الإجابة هنا خطأ، كيف صحيح شباب؟ لو انت غادرت غرفة الاجتماعات يعني ايش؟ يعني توقفت ايش؟ الجلسة التفاوضية. لو توقفت الجلسة التفاوضية يعني ايش؟ يعني ما وصلنا الى نتيجة، وبالتالي هذا خطأ. يعني لابد ان تبقى في غرفة الاجتماعات، لابد ان يعني لو اتفقتوا انكم تغادروا هذا التشاور، ايوه بس بالاتفاق مع الطرف الثاني، ايوه ممكن تغادر حتى ترتاح. هو في احيانا يعني اطراف التفاوض يتوافقوا مع بعض انهم ياخذوا يعني بريك ربع ساعة ساعة وكذا، يعني ممكن كذلك. لكن هنا الجملة موجودة يعني في صيغتها العامة، لا تغادر غرفة مهما كانت الزر، خلك مهما كانت الزر طبعا في اسباب ممكن تغادر عليها، اطل وقت الشمال مش عارف هذا تحقق. طبعا هنا كذلك خطأ، لما تطيل في وقت الاجتماع يعني ايش؟ يعني انت فرضا انت وصلت انك حققت هدفك، فهنا تطيل وقت الاجتماع يعني ايش؟ يعني تترك الفرصة للطرف الثاني انه يعيد له التفكير في الاتفاق اللي وصلت فيه اللي اتفقت عليه معه، فبالتالي هنا يمكن يراجع نفسه يلاقي نفسه خطأ. وبالتالي بالعكس يعني لو انت حسيت انه اهدافك تحقق فحاول انك كيف تنهي الاجتماع. ايوه اخبرها خلاص انتهينا، يعني حاول مو خلاص انتهينا، لكن يعني حاول انك تبعد المفاوض الخصم عن الاتفاق اللي حصل،
انك مثلا تدخل في موضوع ثانوي او موضوع جانبي او تتحد او يعني تتبع مواضيع للعملية التفاوضية، كذلك تدخل عليه موضوع شخصي ممكن. هذه يعني المهارة اللي تكسبها في العملية التفاوضية. طيب اخ صنال يعني ابدا اخبارها ممتازة ان شاء الله كيف تقدر في اجابتها. طيب كده وصلنا لنهاية المحاضرة يا شباب، يعني وقت الصلاة دخل فنخلص هنا. ان شاء الله نقابل الاسبوع القادم يوم الاحد. ايوه احترام ايش السؤال؟ يلا بسرعة ايش سؤالك؟ اطرحي سؤالك احترام. دكتور عندي سؤال بخصوص السيد، ان شاء الله هتيجي سؤالك بالشرح ولا الشرائح؟ كلها من الشرائح، كلها يعني صياغة مثلة كلها من الشرائح عشان تقدر يعني تقريبا 100% الخيارات وكل الصياغات الموجودة تقريبا 100% من الشرائح. واضح كده؟ أحيانا مو 100% يعني 2% يمكن إني أدخل أشياء خارج الشرائح خاصة في الخيارات عشان أتوهكم طبعا، يعني هي كده أصول اللعبة. لكن صياغة السؤال كلها من الشرائح، نفس الصياغة نفس الجمل حتلاقيها من الشرائح. ان شاء الله بغير ان شاء الله يعني عندنا الحل مثل هذا يعني اختصرها في الاختبار بس مو في الشرح في الشرح. ما في اختصار، ما في اختصار، ما في شيء محذوف في الابواب كلها، يعني ما في عنوان محذوف، كل ابواب معكم. هذه يعني لا توصي به العباده، واحنا طبعا بنطبقه، هذه تعليمات عباده واحنا بنطبقه، ما في شيء محذوف، اقولكم من اليوم. بس هنا اختصر لكم يعني زي ما قلنا المبادئ والاستراتيجيات والتكتيكات، اختار المبادئ او الاسئله الاسهل فقط، هذا هو الحل الوحيد، ما في حل ثاني. طيب طبعا حنناقش هذه النقاط في المستقبل ان شاء الله. شكرا لك اخ معايا، ان شاء الله وان شاء الله موفقين ان شاء الله. طيب اترككم نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاحد القادم الساعه 6:30 زي ما تعودنا. يلا سلام عليكم شباب.